واختتم المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني بنجاح صباح الثلاثاء، حيث قال المندوبون الحاضرون انهم سيتخذون افكار شي جين بينغ حول الاشتراكيه الذاتيه للخصائص الصينيه في العصر الجديد كتوجيه علمي بينما يسهمون في كسب العصر او نصر لمعركه القضاء على الفقر وبناء دوله اشتراكيه قويه وحديثه وتحقيق النهضه العظيمه للامه الصينيه. بنيت هذه الأفكار على أساس سنوات من الاستكشاف والممارسة. هي أفكار تتخصص في التنمية الصينية وتقدر على حل المسائل في الصين وتجلب جوا جديدا للعالم أيضا. أعتقد أنها تمثل ابتكارا نظاميا هاما. علينا توحيد أفكار مختلف المجالات والمجموعات والقوميات وأوساط من جبهة واحدة تحت أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات خصائص صينية في العصر الجديد لتشكيل توافق سياسي وشمل جهود من مختلف الجوانب وتوسيع دوائر متحدة المركز لنا. نود اندماج ثقافتنا القومية مع الاقتصاد الإيكولوجي ومكافحة الفقر لتحويلها إلى قطاع يستدعي إخناء الفقر. يعد الابتكار دعم مفتاحية لإصلاح جانب العرض وتعديل الهيكل، لذا نخطط لتنمية الشركات المملوكة للدولة ودفعها إلى الصفوف الرائدة عالميا وفق الاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار.